ناخذ هذه التجربه ونقول السلام عليكم. الو. الو، عليكم السلام ورحمه الله. شكون معنا سيدي؟ معك اخي رضوان البركان، انا قاطع لي الخط. مرحبا بك السي رضوان، تفضل. مرحبا بالتواصل ديالك مره اخرى. الله يحفظكم، مشكورين على هذا البرنامج ورا الدار ديالنا الثانيه. مرحبا سيدي، مرحبا بك سيدي، تفضل. تفضل السي رضوان. انا هو دابا انايا متزوج مده 6 ديال السنوات. اييه. ودابا يعني ديك 6 ديال السنوات ما عادش مرتاح فيها، ودابا ماني قررت نطلق، يعني بحال اللي بديت كناخذ الراحه ديالي نفسانيا و بحال اللي شي حاجه مثقله عليا وبديت كنخف. وما ما كترتاحش فيها؟ علاش ما كنتيش مرتاح في هاد السنين؟ علاش ما مرتاحش؟ هو ان انا النهار الاول مني تزوجت، يعني اش غادي نقول لك، تزوجت وانايا في واحد الحاله، يعني الانسان ما عندوش ولد الوقت ولد، يعني داكشي غير بحال اللي غير الناس اللي تدخلوا. كيفاش الناس اللي تدخلوا؟ باش يعني كي يقولوا ايت غادي هكاك هكاك، وكنشوف شي حوايج. بلاتي بلاتي سردوان سردوان صبر اليوم غدا سردوان عامين وسردوان. كتسمعني ياك؟ نعم. هاد القضيه ديال غادي هكا وهكا ومشيت كدا وكدا ما عندناش في هذا البرنامج، حيت ما الا قلتي لي كذا وكذا وهكا وهكا غنقول لك انا ايوا مزيان ملي مشيتي هكا وهكا وشكرا لك حيت مشيتي هكا وهكا. لا قول لي شنو ما تقول. هذا اختصرتي لي دابا هكا وهكا، ما فهمتش. لا 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 خويا عمي، غير قول لي فاش شنو منين 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 بغيتي تزوج انت مثلا؟ شنو 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 الدافع اللي خلاك تزوج؟ والسيده اللي تزوجتيها واش عن طريق الوالدين، عن طريق دار، عن طريق المعرفة؟ شنو؟ عن طريق المعرفة. ايوا صافي، تزوجت بها عن طريق المعرفة ومدة 6 ديال السنوات. ايه مدة 6 ديال السنوات صافي. دابا اليوم قررنا باش نطلقوا باش علاش؟ المستمعين يعني بغيت نعرف واش عندي شي وبلاتي واش في شي لافوت ولا ما عرفتش. والله ما عرفتش السي رضوان غادي ندير دابا. حنا واش زعما عندنا واحد اللي كيعلم الغيب واقيله؟ والله الا هو سبحانه. ايوا انا دابا بغيت الناس يدخلوا في دماغك ويعرفوا شنو كاين ويقولوا لك واش عندك الحق ولا ما عندكش. تزوجنا 6 سنوات وبغيت الناس يقولوا لي واش عندي الحق ولا لا. ما فاش غادي يقولوا لك واش عندك الحق ولا لا؟ اشنو كان؟ علاش؟ كيفاش عيش؟ كيفاش عشتو انت وهاد السيده هادي؟ مثلا شنو اللي خلى العلاقه بيناتكم ما تبقاش هي مزيانه؟ هذه كلها امور خصنا نعرفوها باش ممكن الناس يقولوا لك. السبب هو هو الهاتف التليفون. وقتاش كان هادشي؟ نعم. فوقاش؟ مده تقريبا قول من الايام الاولى، يعني من مده الايام الاولى حتى التليفون عندها في صوني. قلت له ودي راه خاصك تحيد التليفون، هادشي راه ما خدامش هذا. قالت واخا، يعني قطعته. وداز المده يعني مده 3 سنوات اخرى، لقيت عاوتاني التليفون عندها التخبير، يعني بلا ما نشوفو انايا. ايه ايوا صافي. لقيت داك التليفون يعني قلبته وكذا، ولقيت فيه ميساجات الارقام، هدرت مع هذوك الناس، عيد نساعد، عيد نصبر صبر صبر، يعني درت مستحيل وما هداهاش ليا الله. وبحال اللي حسيت براسي ما بقيتش كنخدم، داكشي بحال اللي اثر عليا، ثقل لي على القلب، وبحال اللي بحال الوسواس بغى يركبني. نعم السي رضوان. وخلال هاد الثلاث سنين، هاد الثلاث سنين اللي عاودتينا عليها اللي كنتو عايشين فيها انت وياها قبل، لا من قبل ما يكون هذا الموضوع ديال التليفون، كي كانت الامور بيناتكم؟ كانت الامور كانت مزيانه. ها الامور كانت مزيانه، واخا انايا ما كنوفرش، يعني ماشي غادي نقول لك كامل كنوفر اي حاجه، ويعني راك تشوف الانسان كيخدم، مهم خدام ما كيريحش يعني الجورني وكذا، وهذه مهم غادي مع الوقت كافي مع الوقت. اه كافي مع الوقت وخدام، ويعني انا بحالي بحال الناس وهادي. ولا ديك 3 سنوات الاخرى يعني مني لقيت هذاك
التليفون وداكشي اللي لقيت فيه وداكشي بحال اللي اثر عليا الى يومنا هذا، بحال اللي بغي بحال اللي قاصني شي مرض، بحال شي مرض نفساني، المهم بحال الوسواس، بحال اللي مرضت. يعني بحال ما قدرتيش ما قدرتيش تسامح، نطلق واش ما قدرتيش تسامح على داكشي اللي شفتي او لا داكشي كيتعاود؟ نعم قلت لك انت دابا شفتي شي حوايج، واش ما قدرتيش تسمح او لا داكشي بقى كيتعاود؟ الله يرحم الوالدين، دابا داكشي بقى كيتعاود المره الاولى والثانيه والثالثه. نعم السير ضوان. كنتسنى يعني هاد المره تحيد، يعني تخرج هي من هاد الميدان وتشد معايا الطريق. عاود المره الثانيه نفس المشكل، يعني هضرت مع العائله ديالها وهضرت مع، وهما راهم عارفين هاد الشيء، ماشي ما عارفين شي، لا فاميل ديالها كاملين. وهذا الشيء اللي كاين اخويا، وبغيت الاراء ديال خوتي المستمعين باش غيفيدوني. واخا سير ضوان، شكرا جزيلا لك وشكرا على التواصل ديالك معنا. بارك الله فيك اخويا، والله يخليكم لينا، والله العظيم الا كتفاجئوا علينا والله. بارك الله فيك سيدي، شكرا جزيلا لك وشكرا لك على التواصل ديالك معنا، ونتمنى ان شاء الله اراء المستمعات والمستمعين ينوروا الطريق ديالك. و يعني كتنقولوا انهم يحاولوا يفيدوك بمقترحات واراء لربما توضح لك بعض الامور.